من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. مرحبا أعزائي طلبة رابع إعدادي، هذا نموذج أسئلة نصف السنة. The question to answer or complete 5 of the following according to your textbook. إذن هذه أسئلة عن قطع الكتاب. Number 1. What natural features does Canada have؟ ما هي الميزات الطبيعية التي في كندا؟ والجواب has rivers, lakes, forests, glaciers and waterfalls. فيها الأنهار والبحيرات والغابات والكتل الجليدية والشلالات. To natural disasters الكوارث الطبيعية like مثل فراغ كان فراغ schools الكوارث الطبيعية مثل كذا يمكن أن تفعل كذا للمدارس. إذن الجواب كوارث طبيعية مثل floods الفيضانات يمكن أن destroy تدمر المدارس. إذا natural disaster كوارث طبيعية like floods مثل الفيضانات يمكن كان destroy schools يمكن أن تدمر المدارس. 3. What is schools for all؟ ما هي مدارس للجميع؟ شنو هذه؟ الجواب schools for all is an organization that help the poorest children go to school. School of all مدارس للجميع هي منظمة يعني اسمها هذا اسمها مدارس للجميع تساعد الأطفال الأفقر الأشد فقرا للذهاب إلى المدرسة تساعدهم للذهاب إلى المدرسة. The F in UNICEF stands for حرف الF في كلمة UNICEF ترمز إلى الجواب fund اللي هو صندوق المال. fund the فراغ brought French words to English. the L فراغ جلب الكلمات الفرنسية إلى الإنجليزية. choose اختر Vikings or Normals. هل هم الفايكنجز أو نورمانز هم اللي جلبوا كلمات فرنسية عندما غزوا إنجلترا؟ الجواب هم الفايكنجز. 6. Why can't some children go to school؟ لماذا لا يستطيع بعض الأطفال الذهاب إلى المدرسة؟ الجواب some children can't go to school بعضهم لا يستطيع الذهاب إلى المدرسة because بسبب أو من نابدي الإجابة because they don't have a school building لأن ما عندهم بناية مدرسية and some parents don't allow them to go there and they have to work وبعض الأهل لا يسمعوا لهم بالذهاب إلى المدرسة وعليهم أيضا أن يعملوا. حتى يعيلوا عوائلهم. 7. The formal languages in Canada are اللغات الرسمية في كندا هي فراغ and فراغ English and French الإنجليزية والفرنسية English and French اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية هي اللغات الرسمية في كندا. Question 3 fill in the blanks. Password care applied borrow. Password كلمة سر care يعتني أو عناية applied أجابة وبرو يستعير. When people are sick عندما يكون الناس مرضى they need good health care يحتاجون إلى عناية صحية health care. No one فراغ to my question no one replied أجابة سؤالي لم يجب أحد على سؤالي. Can I فراغ your book borrow هل يمكنني استعارة كتابك؟ I left mine at home تركت كتابي في المنزل. Don't tell anybody what your فراغ is only you should use it لا تخبر أحدا عن password عن كلمة السر فقط عليك أنت أن تستخدمها. Match the word إذن هنا match وصل dead نقول alive antonymous يعني شنو معاكسات dead alive ميت حي modern حديث old قديم وdifferent مختلف وsimilar هو متشابه إذن هذه معاكسات. Question for grammar and fictions choose any five borrow you could a book
tell how to me. E order أعد ترتيب. نشوف reorder يعني جملة مخربطة نعدلها. To make a polite request حتى تسوي طلب مؤدب. وإحنا عندما شرحنا الموضوع قلنا can you tell me أو could you tell me. فإذا هاي العبارة رأسا نخليها. فتكون الإجابة could you tell me هاي رأسا ننزلها من يقول لك polite request طلب مؤدب. Could you tell me how to borrow a book هل يمكن أن تخبرني كيفية استعارة كتاب. Liking Abdullah, Manar goes to school on Saturday. Correct the sentence. صحح الجملة. جملة بيها خطأ نصححها. نقول like Abdullah. Liking ما عندنا هيك كلمة liking. Like Abdullah يعني مثل Abdullah. إذا نشيل ال ing فنقول like Abdullah. Manar goes to school ونكمل الجملة. The number of students learning English. Right, present continuous. عدد الطلاب اللي يتعلمون الإنجليزية راح نقول is rising. Is rising. The number of students هنا جمع students. ليش قلنا is؟ لأن الفاعل هو the number. قلنا عندما شرحنا الموضوع في فيديو سابق قلنا من تجي كلمة the number نستخدم is. المضارع المستمر هو يتكون من فاعل am, is, are والفعل نحط ing. فهنا ليش حطينا is؟ لأن الفاعل the number is ورايزنج نحذف الاي ونضيف ing. لاحظ هنا is rising is لأنه الفاعل مفرد ورايزنج نحذف الاي ونضيف ing. هذا present continuous المضارع المستمر. present continuous المضارع المستمر. how much that dictionary cost present simple المضارع البسيط راح نقول how much does that dictionary cost. that dictionary dictionary مفرد فنستخدم does لو جمع نستخدم do. how much does that dictionary cost كم يكلف ذلك القاموس. نقول how much does that dictionary does يعني مفرد cost present simple مضارع بسيط. وأيضا شرحنا هذا الموضوع. when be little I had a dog correct the verb صحح الفعل. أقول when I was little عندما كنت صغيرا كان عندي كلب يعني البي الماضي مالته was were والفاعل I يأخذ was. نقول when I was little عندما كنت صغيرا كنت أملك كلبا. when I was little I had a dog. John فهاغ listen to the teacher past perfect continuous past perfect ماضي تام مستمر. شلون يتكون ماضي التام المستمر؟ had been ing فاعل had been ing. جون الفاعل راح نخلي had been listening بما انه عندي نوت الهاد شو يصير؟ hadn't hadn't been listening to the teacher لم يكن يصغي الى المدرس. جون hadn't been listening to the teacher had لان حاطنا نوت يصير hadn't وبين هي من القاعدة ولسن نضيف لها ing. فرع بي function write a report means كتابة تقرير تعني describing what you have found in an essay هو وصف ما وجدته في المقالة. he couldn't write because he had broken his arm had broken ماضي تام past perfect had broken لا يستطيع الكتابة لأنه كسر ذراعه. I'm happy to see you again. Happy to. Happy وراء مصدر مع to. الموضوع موجود. أنا سعيد لرؤيتك. To see you again. The walk was tiring. النزهة كانت متعبة. Because it was uphill all the way. لأنها كانت كلها صعود طوال الطريق. Children need good nutrition too. الأطفال محتاجين إلى تغذية جيدة to grow strong لينمو أو يكبروا أقوياء. Question 4 literature focus هنا أسئلة الأدب. Choose 5 only اختيار 5 فقط. Alfred Lord Tennyson was buried in تم دفن Alfred Lord Tennyson هذا الشاعر دفن فيه. الجواب باوس كونا ان ويستمنستر أبي في هذه المنطقة. باوس كونا
in Westminster Abbey. Mention اذكر two of the images you can find in Tennyson's The Lady of Shalott. اذكر صورتان كنا تجدها في قصيدة تينيسون Lady of Shalott, سيدة شالوت. الجواب Students answer, هذه إجابة تعتمد على إجابة الطالب, يختار أي صورتين موجودة في هذه القصيدة. Tennyson's family was, عائلة تينيسون كانت happy unhappy, جواب unhappy, كانت عائلة غير سعيدة. Why read literature? One reason, سبب واحد, لماذا نقرأ الأدب؟ نذكر سبب واحد. Students answer, اذكر أي سبب من هذه الأسباب اللي تخلي سبب لقراءتنا للأدب. يعني هناك أسباب عديدة, أي سبب تذكره هي إجابة صحيحة. What makes poetry special in both old and modern poems? ما الذي يجعل الشعر متميز في كلا القصائد القديمة والحديثة؟ الجواب The musical quality, نوعية الموسيقية of the word, للكلمات. Make poetry, تجعل الشعر special in both old and modern poems, تجعل الشعر مميز في كلا القصائد القديمة والحديثة. فراغ The type of metaphor a poet uses to make comparison using like or as, هو نوع من الاستعارة حيث يستخدم الشاعر مقارنة باستخدام كلمة like أو as. metaphor simile, طبعا metaphor هو يقول نوع من الميتافور, شو نخلي ميتافور, فالإجابة simile هو التشبيه. التشبيه هو نوع من الاستعارة التي يقوم بها الشاعر للمقارنة باستخدام like أو as, كما نقول مثلا فلان like a lion, فلان كالأسد مثلا, فهذا تشبيه, هو مو أسد ولكن يشبه بالأسد لشجاعته مثلا. فالسيميلي هو احد انواع الاستعارة. والسؤال الاخير What is personification, ما هو التشخيص؟ هاي الكلمة مشتقة من كلمة person, شخص. personification تشخيص, وجعل الاشياء الغير حية يعني ليست بشرا وكأنها لديها عواطف او امور بشرية. ولذلك راح نجاوب personification التشخيص is when something is described as though it is alive, often as it is a human. وهو عندما نصف شيء ما وكأنه كان حي أو كإنسان بشري أو كبشر. يعني مثلا نقول الأزهار تتراقص, هي طبعا الأزهار لا تتراقص وإنما حركة الرياح تجعلها تتراقص, ولذلك نشبه فعل من أفعال البشر أو الكائنات الحية لكائن غير عاقل, غير عاقل. والسؤال السادس الأخير هو إنشاء, نختار واحد من عندهم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق, ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.